وفقكم الله، يقول: هل تجب إعادة الصلاة على المرأة التي كانت تنظف أبصالها وتمس الفرجان بدون حائل ثم تغسل يديها فقط، علما أنها كانت على ذلك سنوات؟ الأصل أنه يجب عليها القضاء، يجب عليها القضاء، هذا الأصل، لأنها صلت من غير وضوء، منتقض وضوءها إذا كانت تمس الفرج مباشرة من غير حائل، ينتقض وضوءها. إذا كان عليها عدة سنوات بإمكانها تكتب للإفتاء بشهور لحل. نعم.